السلام عليكم ورحمة الله. وقع الأمر قضية طرد العقيد فوزي من منصبه، وهو عقيد أو جنرال على حسب معلومات أخرى، ويرأس ما يسمى بمركز الاتصالات والنشر التابع لجهاز الديراس، جهاز المخابرات، يؤكد على أن الصحافة الجزائرية خاضعة للمخابرات، وهذا ما كنا نقوله ولعدة سنوات نحن وغيرنا من الذين فضحوا هذا العبثية التي يقوم بهذا النظام. كيف يعقل أن في دولة تقول أنها دولة القانون وتقول أنها دولة حرية الصحافة وإلى آخره، أن يكون هناك جهاز كامل يتبع للمخابرات وعلى رأسه ضابط كبير ومنذ عدة سنوات يدير الصحافة؟ كيف يعقل ذلك إلا إذا كان الهدف هو ليس في الحقيقة خدمة المواطن بصحافة حقيقية وبإعلام حقيقي، وإنما بنشر الإشاعات، نشر الأكاذيب، نشر الأراجيف، نشر التضليل بمكر وخداع قل لا نظيرهما. قبل عقيد فوزي في الحقيقة كان هناك المقبور الحاج الزبير الذي مات قبل 10 أو 12 سنة وخلفه العقيد فوزي هذا، وهذا المركز هو مركز حقيقة، هو قلب الإشاعات، هو قلب الأكاذيب التي توزع على كثير من الصحافة والصحفيين لكي تنشر على أنها أخبار، ومنها كثير من الأخبار التي تنسب على أساس الإرهاب، ومنها كثير من الأخبار الأخرى التي تخص قضايا أساسية في البلاد. يقال أن الطرد جاء لأنه لم يعرف كيف يدير قضية مرض بوتفليقة، ولكن في الحقيقة الطرد يدخل في إطار الصراع القائم بشدة ما بين جناح بوتفليقة والتي يرأسه السعيد ذاته وجناح التوفيق. هناك معركة كبيرة بين الجناحين، وهذه إحدى نتائجها أو إحدى مظاهرها، وقد تحدثت عن هذا شخصيا من قبل أكثر من مرة، وسنرى في الأيام القادمة والأسابيع القادمة أيضا سقوط آخرين. لا يسقطون لأنهم يسيئون للدولة ويسيئون للشعب ويسيئون لحرية الإعلام ويسيئون للصحافة والصحفيين، ولكن يسقطون في إطار الصراع القائم بين الأجنحة المتشاكسة والمتصارعة على السلطة وعلى نهب المال وعلى المراكز ومن ينهب أكثر. هذا أيضا يؤكد من أن ما قلناه أكثر من مرة من أن ليس هناك صحافة حرة ولا مستقلة في الجزائر. صحيح هناك صحفيين مهنيين يحاولون أن يقومون بدورهم بجهد كبير، ولكنهم يخضعون لضغوطات ولترغيب ولترهيب شديد. وأما وسائل الإعلام من جرائد ومن تلفزيونات فإنها في واقع الأمر تخضع خضوعا كاملا لجهاز المخابرات الذي يخضع كل أجهزة الدولة، كل وسائل الدولة، كل إمكانية الدولة، ليس لخدمة الدولة وليس لخدمة الشعب، وإنما لخدمة مجموعة من الأشخاص على رأسهم التوفيق اللي موجود في المنصب منذ أكثر من 23 سنة، الفريق التوفيق محمد مدين وآخرين من كبار الجنرالات الذين بطرقتهم في إدارة البلاد وتدخلهم في شؤون البلاد وتدخلهم في شؤون سياسية وشؤون حياة المدنية خربوا البلاد تخريبا كاملا. للأسف هذا يؤكد مرة أخرى أن هناك مركز لبث التضليل والإشاعات وليس لنشر المعلومات ولنشر إعلام حقيقي في البلاد. وبدون إعلام حقيقي ناضج يوصل المعلومة الحقيقية سيظل التجهيل والتضليل والمكر هو السيد الموقف. على هذا الوضع أن ينتهي، على أحرار الجزائر أن يتذكروا دائما من أن هذا الجهاز الشيطاني قد دمر بلادهم، وهو في إطار إضافة تدمير إضافي لكل ما بقي في هذه الجزائر الطيبة. تحياتي لكم جميعا.